حملة متواصلة لقمع حركة الاحتجاج في المدن السورية. وعاشت مدينة حمص يوماً آخر مع القصف العنيف بدأ في باب عمرو قبل أن تقتحم قوات الجيش والأمن منطقة البساتين. وقال ناشطون إن عملية الجيش دفعت بعض الجنود للانشقاق وجرت اشتباكات بين وحدات الجيش والمشقين، وامتد إطلاق النار ليصل إلى باب السباع وكرم الزيتون وشارع الستين. ووزع ناشطون على الانترنت شريطا مصورا للدمار الذي خلفته حملة الجيش في المدينة، من احراق السيارات والممتلكات إلى مشاهد لقذائف مسمارية استخدمتها قوات الأمن ضد المتظاهرين. وكما حصل في الكسوة بريف دمشق، نفذت قوات الأمن والجيش أيضا حملة أمنية في سقبة وجسرين في الغوطة الشرقية. وفي محافظة إدلب اقتحم الجيش بلدة الرامي، وقال ناشطون إنه حاول منع الأهالي من دفن قتلى سقطوا برصاص قوات الأمن. هذا وخرج المتظاهرون في مدن سورية عدة مطالبين بحماية دولية، ففي دير الزور طالبوا بفرض حظر جوي، في حين شكل متظاهرون في منطقة معرة النعمان الأحرف الثلاثة التي تختصر كلمة انقذوا أنفسنا. وفي درعا قلل المتظاهرون من الآمال المعقودة على جهود الجامعة العربية لحل الأزمة. على المقدم عبد الرزاق راشد الرحمون النعيمي. ضابط آخر ينضم إلى صفوف المنشقين احتجاجا على حملة القمع، كما تحدث ناشطون عن انشقاق في منطقة درعا نفذه 23 جنديا. وذكر ناشطون أن الجيش ينفذ حملات ضد جنود منشقين في إدلب.